إلى نجمة اصطعت في سما أجيال وقال فيها من قال ولا وفى قدرها بقلوب عشاقها وأهلها إلى ليلى اللي ما كلاها الذيب إلى ملكة عن عرشها ما تغيب لامست أحلامنا الصغيرة وسافرنا معاها إلى مدينة الرياح إيه الملكة الدكتورة قتالة الشجعان وهي اللي في عيونها كل الحب علموني كيف أنساها إلى الشمس التي لم يشرق مثلها مرتين إلى هدى حسين مع التحية. أنتم بخير مساء النور مبارك عيش الشهر علينا وعليك وجود معنا اليوم على الهواء مباشرة في سهرة الراي قمرنا حياك الله شكرا تفضل استاذة شكرا ثانك يو وأخيرا نجمتنا هدى حسين على تلفزيون الراي وسهرة خاصة راح نتواصل فيها لمدة ساعة مع جود كلامك بخير مبارك عليك الشهر مبارك عليكم الشهر وأنا سعيدة بوجودي معكم هنا على تلفزيون الراي وكلكم واحشيني والأخوان هنا كلهم واحشيني وجميل أن نعود مرة أخرى الله يسلمك إحنا اللي سعداء ومتشرفين بوجود حضرتك رمز من رموز الكويت ونجمة ساطعة تربينا على أعمالها المسرحية يعني ذكرياتنا وأحلامنا وآلامنا كلها يعني تختصر باختصار بهدى حسين جود المسلسل الدرامي الجديد اللي على الراي إن شاء الله وراح يبتدي من أول أيام شهر رمضان شنو تقولي لنا عنه أستاذة؟ جود عمل درامي اجتماعي جميل يحمل كثير من القضايا الاجتماعية الأسرية الجميلة اللي احنا مشتاقين لها من زمان ما تكلمنا عنها جود وأخواتها الثلاثة هي أكبر أخواتها يعانون ما يعانون من الدائرة المغلقة اللي يعيشون فيها مع والدهم وسطوة الوالد هو القاضي وهو الحكم وفرض السيطرة والآراء يعيشون في قوقعة قد يستغرب البعض أنه في بهذا الزمن مثل هذول البنات يعيشون تحت هذه السيطرة إيه طبعا في كثير من بعض الأباء المسيطرين على أولادهم بشكل كبير يعني دائما في مقولة تقول حق الأباء والأمهات سيطروا على أولادكم واحكموهم لكن أعطوهم المفتاح دائما صحيح أي فسنستمتع مع جود وفي طبعا كثير من الخطوط والشخصيات الدرامية الجميلة الحقيقة اللي يعني كل الممثلين أبدعوا كل واحد في مكانه وفي دوره وعلى رأسهم طبعا السيد المخرج منير الزعبي تعب بشكل كبير والمؤلف علي الدوحان كان وايد فلكسبل معانا في الأخذ والعطاء والآراء تحياتنا إلى هذه الأسماء منير الزعبي وأيضا الكاتب الشاب علي الدوحان ومعنى كلام حضرتك في أن العمل في قيمة ورسالة ومتعة بالنسبة للمشاهد لما يشوف هذه النوعية من أعمال هدى حسين بصراحة الشخصية جديدة عليك تماما تماما لا لكن لعبتها بشكل مختلف أنا يعني أنا يعني قرأت جود ظهرت يعني بعض الأبعاد لشخصية جود لكن لما دخلت في اللوكيشن مع الفنانات اللي كانوا معي اللي هي هند بلوشي هبة الدري فوز الشطي اللي هم خواتي الأستاذ صلاح الملا صحيح لما بدأت في أول مشهد طبيعة الحوار وطبيعة الشخصية اللي جود طيبة إلى أبعد حد لدرجة أنه البعض يعتبرها ساذجة يعني البنت ساذجة جدا لكن هي مو ساذجة هي طيبة هي تتحمل كل شيء هي تتحمل حتى معاناة الآخرين تسقطها على نفسها صحيح أخطاء خواتها هي تتحملها الأب قاسي عليها قسوة الأب العادية لكن تقول معها حق تبرر قسوة أبوها صديقتها تقولها أنت غبية يعني ما أعرف في الزمن هذا هل الطيبة هل السذاجة هل الحنية تعتبر غباء نعم فهذا الخط لما جيت أسوي أول مشهد مع الأستاذ منير يعني أنا ما أعرف أنا دائما أفكر في شيء لكن لما يقولون أكشن يظهر معاه شيء آخر وعلى أكثر من شكل ممكن صح؟ ما أدري ظهرت مشيتها مختلفة أي طبقة صوتها مختلفة إيماءاتها الحركية مختلفة شكل عيونها مختلفة طلعت معي فوايد انبسط منير الممثلات اللي معي قالوا حلوة الشخصية فقاموا يضحكون صحيح
فأنت أحيانا يعني تأخذ الانطباع الأول من الناس اللي معك، حتى الفنيين اللي وراء الكاميرا. في جانب كوميدي بالعمل ولا أبدا بعيد كل هي البعد؟ مش كوميدي، هي موقفها غصب تنحط في هذا الموقف فتضحك عليها. صحيح. يعني مثلا جود من كثر ما تستحي تلعثم وتطيح، تمشي وتطيح. ايه، يعني اكو ناس على فكره، شخصيات حتى موجودة في المجتمع. كثير كثير. انا عندي كانت واحده قبل بالجامعه معاي، طيبه وحبيبه بس ذكيه صحيح. ذكيه ذك. دائما على فكره الناس اللي كذي تلقاهم بمنتهى الذكاء وياخذون علامات كامله في ال في 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 الامتحانات، الدرجات فتقول صحيح. مصيبه. هل نقول احنا غبيه وما تفهم طيب شلون ماخذه علامه كامله. فكانت عندي صديقه بالجامعه بس تقولها مثلا الله ايش حلو، تلقى خدودها حمره ايه وتخربطت بالحكي وقامت تربش وايد وتمشي وتطيح وعباتها صارت تحت ريولها. فوالله تذكرت هذه الكاركتر، نعم، فبالتالي جسدتي من اخذتها خلال في جود. هذا العمل ان شاء الله اللي سيحظى بمشاهدة وريتنج عالي من إن خلال شاء الله الراي يا رب يا رب. والقنوات الأخرى. المحتالة هذا عمل أيضا لافت النظر. هدى حسين ظهر هذا العام في عملين أحسهم ينافسون بعض، فشلون؟ أحسنت أحسنت. يعني دائما البعض يسأل لي دائما منو تعتقدين أفضل، هذا ولا هذا؟ والله أنت أحسنت باختيار المفردة، ينافسون بعض. نعم. العملين ينافسون بعض. هني كاركتر مختلف تماما، المحتالة الشكل مختلف، وفي جود أيضا شخصية مختلفة تماما، والكاركتر والشكل. وسبق أنه أنا قلت أنه في سنة من السنوات لعبت أيضا شخصيتين. نعم. لعبت عيون الحب، المرأة الكبيرة بالعمر اللي تتعرض طبعا لضغوط أكيد زوجها، إذا أبدعتي يكون وفضة قلبها أبيض. بالضبط، برافو عليك. وفضة قلبها أبيض، وحدة الشيطانة والعيارة وتحب عمليات تجميل ونصابة وتضحك على أختها الفقيرة اللي كانت الفنانة القديرة سعاد عبد الله. فكانوا شخصيتين مختلفتين متناقضتين تماما. السنة هذه يبدو أنه حيصير معي نفس الشيء في المحتالة وجود. أنا الأمانة بصراحة لما شفت البوستر مال المحتالة ما عرفتك، لما شفت البوسترات في الشوارع في السيارة قاعد أقول من هي هذه الفنانة؟ لما قربت عرفت طبعاً، يعني وهل يخفى القمر؟ قمرنا لليلة هدى حسين. وجود والمحتالة أي عمل راح تتابعين؟ جود ولا المحتالة؟ تصدق إذا أقول لك لا جود ولا المحتالة؟ أنا كنت متوقع كذي، إنه ولا واحد. ما تتابعين أعمالك؟ مو ما أتابع. لا إله إلا الله، الوقت في رمضان يركض بسرعة ويمشي بسرعة. صحيح. بس أنا الآن يعني أختي الكبيرة تقول لي مجبرة أنك تشوفين شوية هني وشوية هني، لازم يعني حتى تبين عملية المقارنة، لأنه أنا شغالة في بروفات مسرح وتحضيرات وأروح وأرد وعندي نصوص قاعدة أقراها، إلى جانب أنت عارف الطقوس الرمضانية تأخذ وقت. صحيح. كبير من الإنسان. فإن شاء الله يحالفني الحظ أنه أنا يعني أشاهد أحد الأعمال. وبعدين لا تنسى أنه في المونتاج شبعت من المحتالة وإحنا المنتج. صحيح. لأن حضرتك المنتجة وماسك العمل بشكل كامل، أما في مسلسل جود حضرتك نجمة وبطلة العمل. بالضبط. بس يعني لك كلمتك، وأدري أن إشرافك لازم يكون موجود وخبرتك لازم تطغى على العمل، وهذا شيء واقعي ومنطقي وصحيح ولازم يصير حتى يظهر عمل رائع. أنا أدري أن حضرتك مرتاحة، بس نريحك شوي بفاصل قصير ونرجع مع ضيفتنا ونجمة هذه الليلة، ليلة الخميس، هدى حسين. وفي عز ظلمة الليالي دوروا على الراي قمرنا اللي في سمانة تلالي، واليوم هدى حسين تلالي عندنا في سهرة يوم الخميس. بصراحة تتدخلين في اختيار الأبطال في العمل، وتحديدا في مسلسل جود تدخلتي في اختيار أبطال العمل؟ يعني أنا أعتقد في جود قصدك؟ في جود تحديدا أكيد. نعم. كمنتجة من حقك. شوف، لثقة المنتج فيني يعطيني أقرأ النص ويقول لي أعطيني خيالك في اختيار الشخصيات. نعم. هذه أنا أعتبرها ثقة من المنتج. ثم يأتي يعني بعد قراءتي للنص أقول الأسماء اللي أنا أشوفها تناسب الشخصية. وعلى فكرة أنا يمكن الكل يعرف تماما أنه أنا شخص مختلفة معاه مو مختلفة معاه، إذا ألقاه مناسب لهذه الشخصية عيبه. صحيح. بدون نقاش. صح. هذه دائما معروفة عني. فأنا أطرح الأسماء، يشوفها الأستاذ المنتج مع المخرج، نقعد نتناقش، وبالتالي الرأي لهم. الرأي لهم، يعني. نعم. أنا قلت اللي عندي وهم يقولون اللي عندهم. صحيح، وأكيد راح ياخذون برأي
هدى حسين؟ لا احيانا، لا 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 طبعا يعني اوكي الخبره وهذا، بس ايضا يهمني اسمع راي المخرج، قد يقول هذا انسب او نبدل هذه الشخصيه نحطها هني وفلان نجيبه هني، ما في مانع طبعا. نعم انا سمعت انه كان المفترض العمل اللي يعني تظهرين فيه من خلال شاشه الراي او مع المنتج عامر الصباح هو مسلسل اسمه حياه ثانيه. نعم. هل هذا الكلام صحيح انه كان المفروض العمل بعدين العمل كنا تعرض لي انه انمنع من الرقابه؟ يعني انا ابي حضرتك توضحين الموضوع. هو كان يابو لي نص استاذ عامر الصباح طرش لي النص اسمه حياة ثانية، جدا عجبني النص، شخصية جميلة وتأخذني في 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 يعني أعماق في ودهاليز. أعماق، في تقدر تقول في خيوط لم أتلمسها في السابق، عجبني النص. لما ياني استاذ عامر الصباح مع منير الزعبي عندي في المكتب تناقشنا في النص، الاستاذ عامر قعدت اشرح له النص، كان منير ما قرا النص بعد حياه ثانيه لسبب، ثانك يو، ما قرا ليش؟ لانه كان قاعد يصور نوايا للفنانه سعاد عبد الله. فلما شرحت له تأليف منو عفوا حياه ثانيه؟ علاء حمزه، هو كانت ورشه مسوينها او عن نص تركي ماخذه او ماني ذاكره بالضبط. فلما قريت النص قعدت احكي لهم عن تفاصيل تفاصيل التفاصيل، انتبه أيه؟ مش التفاصيل مالت العمل، لا تفاصيل التفاصيل، كنت واصله لحلقه 20 معاهم. فانشده معاي منير، انشده معاي الاستاذ عامر انه كذي النص، كذي عاجبك، كذي الخيوط، وقلت له ترى وانا اتناقش ترى هذه الفنانه تقوم كذي، هذا كذي يصلح، هذا يصلح كذي، هذا يصلح. فالحديث اخذنا حتى في تركيب الشخصيات. نعم. اوكي قالوا اوكي. اوكي. وبدات اقرا الناس. فبس في خطا اخطاوه الاخوان. وهو؟ انه انا لما قرات الناس ما انتظروا علي انه في بعض الملاحظات يجب ان نحترمها في ومحاذير معينه تخص رقابه الكويت. انا احترم بعض الاشياء اللي يطلبونها من عندنا رقابه الكويت. نعم. كان المفروض تنتظرون لما نشذب النص العمل صحيح. ونهذب النص من بعض المفردات وبالتالي احنا نودي. فاتتهم الاخوان هذه السالفه. نعم. وما صار في وقت، عرفت التعديلات والامور هذه كلها، فارتأى الاستاذ عامر الصباح مع منير انه نشوف جود. نعم. جود انا كنت قاريته قبل هالمره بس مترددة منه. صحيح. لما قعد الأستاذ منير مع علي الدوحان مع بعض الملاحظات قلنا لازم يصير كيت 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 كيت، تم إعادة النص. تقدم لي نص أثناءها اسمه للكاتبة أنفال دويسام. نعم. البعض قال إن هدى لأنها طال فضت أنفال دويسام إنه فيه بطولة جماعية. لا أقول لهم ترى حتى جود بطولة جماعية. صحيح. جود أنا وخواتي الأربعة عبد المحسن نمر صلاح الملا كل الدري وهند بلوشي كل الدري كل هذول على فكرة يعني أبطال معي في العمل. صحيح. رفضت أنفال دويسام لأني ما لقيت شخصيتي في الشخصية اللي كانت مرسومة لي. فارتأيت انه انا ارجع على جود وسوينا جود. حياة ثانية الان موجود، انا متمسكة بالنص حياة ثانية. فلما قعدت مع الاستاذ عامر الصباح قلت له ايش رايك احنا نسوي؟ كان يقول لي مرفوض من رقابة الكويت. قلت له بس انا حابة الشخصية. صحيح. حابة اسويها. فقال لي ايش رايك نسويها في دبي؟ قلت له ما في مانع مع بعض التجذيب، يبدو ان احنا يعني ما لنا نصيب ان احنا نسويها في الكويت. يتم التصوير في الكويت فيتم ولو ان انا كان ودي يعني بالكويت، لو الاخوان الان يسمعوني يعني، وانه احنا حرام مثل هذا العمل انه يصور خارج الكويت، فودي ان الحياه الثانيه يكون هنا ان شاء الله. ان شاء الله يصير حياه ثانيه في الكويت. الشخصيه شريره ولا لا؟ مركبه شخصيتها جميله جميله، لم العب دور مثل الشخصيه هذه. الحين الناس بتصير تتحمس على حياه ثانيه. حياه ثانيه إيه؟ انا اقول لك ايه، لاني انا في حياتي الفنيه كلها ما لعبت شخصيه مركبه مثل مسلسل حياه ثانيه اللي حينتجه الاستاذ عامر. نعم. الناس اكيد تحمسوا لحياه ثانيه بس نبيهم يتحمسون اكثر لجود ولمسلسل رمضان وهذه جود الشخصيه جود الجميله. جود سالفه ثانيه. جود جود سالفه ثانيه. زين انا هم سمعت ان جود كان اسم العمل فص حلم وذاب، وانا اعرف اسباب تغير هذا العمل، فعشان كذي ابيش توضحين. انا ادري ليش تغير الاسم، في ناس وايد تعتقد ان الفنانه هدى حسين هي اللي غيرت اسم العمل في انه لا صار. لا لا انا كنت رافضه الاسم فص حلم وداب. كان مو عاجبك؟ فص حلم وداب مش لهجتنا يعني. أوكي. فص حلم وداب وفص نلح وداب. صحيح. مو مثل مش لنا. مش مو مثلنا يعني، مو حكينا هذا. صحيح.
فقلت لهم ما أعرف، يعني أنا الاسم صراحة مو عاجبني، لكن لم أضع اسم. نعم. فوجئت إن العمل سمي جود. باسم جود، صحيح. سألت منو اللي سمى جود؟ فقالوا لي الأستاذ يوسف الجلامة، صحيح، اقترح إنه يكون الاسم الاسم جود. جود، صح. والاسم على مسمى في الشخصية، نعم، في دلالة على شخصية جود. والجود من الكرم والأصالة. اي، وبعدين دائما تحس احنا يعني قد في 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 يعني مثلا ليش جود؟ مثلا ايه، ليش اسمها جود؟ المؤلف ليش مسميها جود؟ صحيح، في دلالة على شخصيتها جود في كل شيء، مشاعرها، عواطفها، أحاسيسها، حتى جود في حبها صحيح، للآخرين، نعم. عرفت؟ فكان حلو اسم جود. و أنا أستغرب صراحة ويكون المسلسل باسم جود واسم هدى حسين، ما والله لا، العظيم ويكون لم ذلك أطلق اسم جود على مسلسل جود. الأستاذ صحيح، يوسف الجلاهمة هو من أطلق هذا الراي هو الاسم. المسؤول في الراي، وهو طلب ان العمل يكون اسمه جود. وانا فوجئت، قلت ليش جود؟ نعم، قالوا والله احنا والمنتج وافق، الاستاذ عامر ايضا ارتأى ان اسم جود حلو، صحيح، اسم جود حلو، الجود اللي هو الكرم و و و و فقلت لهم شوركم هداية الله. نعم. وأنا أرجع أكرر أستاذة هدى في أنه يعني، وتكون إن شاء الله كل أعمالك بهالاسم، يعني هذه أعمالك، والجمهور يترقب هدى حسين وكل النجوم حتى المشاركين معاها، وإحنا نفتخر فيك الله والكل يسلمك. يفتخر بهدى حسين، وعمرنا يعني ما نقدر إن إحنا ننكر قيمة الأعمال اللي تقدمينها كأعمال مسرحية أم أعمال تلفزيونية. نتكلم شوي على المسرحية، هم مفاجأتنا هالسنة هدى حسين في 2016 إن يعني كسرت القالب بعمل مسرحي عائلة آدم، فمو فاهمين أطفال ولا كبار ولا لا استعراض. لا، آدمز فاميلي أنا مسويته أطفال، لكن في الروح الشبابية غصبا عنا الإنسان. يعني فترة طويلة أنا في مسرح الطفل، يجب الواحد أن يتجدد بروح شبابية جديدة. فالسنة هذه يوسف الحشاش هو مخرج العمل. نعم، آدمز فاميلي معروفة القصة من مالتهم ديزني، صحيح، ديزني، إنه الأسرة غريبة الأطوار، غريبة الشكل، دائما وجههم شاحب لأنهم مصاصين دماء، نعم، وجههم شاحب هم. صحيح، أنا لا، سويت آدم سوني بس سويته كوميديا في كوميديا. نعم، كانت صاحبة الفكرة أختي سحر، وده خلينا نسوي مع أختي نجات، خلونا نسوي آدم فاميلي. من زمان هي حابة تسوي الفكرة هذه، فقلت لها أوكي. لما قعدنا مع بعض يعني أوكي، في شخصية البطل موجود آدم اللي هو آدم فاميلي المسرحية باسمه، في شخصية الجدة، في شخصية العم، في شخصيات كثيرة كاركترات. دار حديث بيني وبين عبد الرحمن من زمان، يعني عبد الرحمن هدى ليش ما نجتمع، هدى ليش ما نلتقي، هدى فاجتمعنا مرة من فترة قصيرة، فقال لي ايش رايك نشتغل؟ قلت له زين، انا عندي آدمز فاميلي. صحيح، قال لي جو اهيد. فشخصية سبحان الله، المسرحية راكبة على شخصية فينا. ومن يقوم بالكوميديا؟ عبد الرحمن العقل ومنى الشداد، صحيح، وسحر حسين تكملهم الثالثة. نعم، فالحمد لله ركبت الشخصيات عليهم، أوس الشطي، يوسف الحشاش، منى، عبد الرحمن، جواهر، نعم، وأنا مجموعة معه، من وأيضا الفنانين. فرانكشتاين محمد الصحاف، ماخذ شخصية فرانكشتاين، أطول ممثل عندنا بالكويت، صحيح، أيضا جايبينه في عائلة آدم، وسويناها كوميدية استعراضية، شيء جديد، فحيضحكون اي، وحيستمتعون الصغار والشباب والأسرة نعم، ايضا. يعني انا دائما احاول الم هذه المعادله الصعبه، انه الاسره كلها تجتمع لمشاهده عائله ادم، ادمز فاميلي. ان شاء الله شيء جديد، طبعا يعني نوع جديد حتى من الكوميديا اللي مو موجود عندنا في الكويت صحيح، والخليج وحتى الوطن العربي بشكل عام، نعم في استقطابك لمثل هذه المواضيع في هذه المسرحيه. عودتك مع الفنان عبد الرحمن العقل، شكلتي معاه ثنائي جميل في بداياتك، وقدمتي معاه مسرحيات، والجمهور متشوق انه يشوف هدى حسين وعبد الرحمن العقل. مو خايفه من شنو أخاف؟ من تقبل الجيل الجديد لهدى حسين وعبد الرحمن العقل مره ثانيه في ان انتم راجعين في عمل؟ بمعنى، خليني اوضح لك فكرتي، لما تشكلون ثنائيات جميله ورائعه وناجحه جدا في الفتره اللي طافت، لما يجون تقدمون شيء جديد مره ثانيه، يعني يفترض ان تكونون جدا حريصين على تقديم شيء للجيل اللي قاعد يطالع. لذلك قلت لك احنا لما سوينا ادم سامي كل كاركتر راكب مع الممثل صح. نعم،
عبد الرحمن في مكانها صح، منى في مكانها صح، سحر في مكانها صح، وبعدين اعطينا مساحه من الكوميديا، من سيبدع في الكوميديا غير عبد الرحمن ومنى وسحر؟ اوكي. فاعطيناهم يعني صح. وحضرتك شنو طلع نفسك؟ لا موجوده بس انا ما ابي اتكلم شنو الكاركتر اللي عندي. أوكي. يعني عرفت ما واوس الشطي العم في ادمز فاميلي وشكله وعيونه ووجهه، ويوسف الحشاش الاخ الاصغر المتين وصاحب المقالب الكوميديه هو واخته، عرفت؟ بالعكس مو خوف بقدر ما هو اشتياق ان هذه المجموعه كلها توقف مع بعض. صحيح. عرفت؟ وبعدين لا تنسى انه عبد الرحمن انا كل اعمالي يمكن التلفزيونيه اذا بين عمل وترك لازم عبد الرحمن يكون معي. بس بالمسرح منذ سنوات. اي سنوات طويله ما اشتغلنا مع بعض، فابدا ما في خوف. ليش؟ انا سبقت وقلت بالكلام سبقت قلت لك في الروح العصريه الشبابيه اضفناها في عائلة آدم فما في خوف. نعم. يعني يوسف الحشاش ورؤيته الإخراجية، كتابة نجاة العصرية الحديثة، الاستعراضات، الكوميديا شيء مختلف تماما سيستمتعون فيه في العيد هذا إن شاء الله. على أي مسرح؟ على مركز تنمية المجتمع في اليرموك. مسرحية عائلة آدم. آدم بانتظار جود وعائلة آدم والمحتالة وأعمال كثيرة. نتوقف مع فاصل صغير ونرجع نكمل سهرتنا لليلة مع هدى حسين. جود، هدى حسين، شنو اسم شخصيتك في المحتالة؟ جميلة. جميلة اسم على مسمى بصراحة. جميلة متأليف منه المحتالة؟ نجاة حسين. تحياتنا لها ولأسرتك الكريمة كاملة يعني على هذه الإبداعات الفنية. بس يعني لازم نضيفك استاذ ما حبيبي. شكرا. ما ينفع كذي. شكرا لك. خلا عنك. هي قريبه من حضرتك. شكرا ما تقصر. شكرا. ثانك يو لي اي جي لازورد باي لازورد على هذا السويت الحلو لسويتنا لليله النجمه هدى حسين. ام طلال الفنانه الكبيره سعاد عبد الله ايضا موجوده معنا على الراي من خلال مسلسل ساق البامبو. شكلت ثنائي رائع جدا من خلال مسلسل فضه قلبها ابيض. انتم موفقين على فكره. ساق البامبو صدى من الان جميل على فكره. نعم. عسى الله يوفقكم. اي والله ان شاء الله. وهم احنا سعدائنا جود موجوده وهدى حسين موجوده معنا وتزيد ان شاء الله من أكيد نجاح أكيد. الراي والريتنج. تعاون رائع كان مع ام طلال من خلال مسلسل ساق البامبو. ما صار في اي نوع من انواع التعاون مره ثانيه؟ ليش؟ ما ادري والله. ما في نص جمعنا يعني. ما عرضت عليك اي عمل ثاني مثلا وحضرتك احتذرتي؟ هي ام طلال بالفتره الاخيره صار يعني ما لها مود على الانتاج، عرفت؟ فتشتغل مع الاستاذ ايضا عامر الصباح. لو كان في نص يجمعني انا معاها بالعكس حكون سعيده، ليش لا؟ يا ريت. يعني احنا سوينا شغل حلو انا وياها في فضه قلبه ابيض. يعني صحيح. تتفقين معي استاذه في ان حضرتك تبدعين او ادائك يكون روعه في اداء الشر، في اداء بعض ادوار الشر مثل فضه قلبها ابيض وغيرها من الاعمال، وما في خلاف طبعا على ادوار الخير، وصار لك فتره بعيده عن ادوار الشر وايد، يعني صار لك 3 سنين تقريبا 4 سنين كلها ادوار خير خير خير، يعني المراه الطيبه المغلوبه على امرها مثلا في لك يوم، في مجموعه من الاعمال صار لك فتره غايبه عن الادوار الشريره او القويه او المراه القويه الملكه خادمه القوم. طيب خادمه القوم كانت قويه. من 3 سنوات تقريبا. اي شوف يعني انا ادي الشخصيه الانسانيه العاديه اللي فيها جانب الخير وجانب الشر. يعني احيانا حتى الانسان الطيب في لحظات يظهر مكنونه بشيء مختلف، يظهر حتى الشر اللي فيه. صحيح. بس قد ما يكون شر مؤذي. خادمه القوم كانت انسانه صلبه قويه لكنها ايضا طيبه يعني من الداخل. في بعض المواقف تدعي ان الواحد يكون تستدعي ان الواحد يكون يعني قوي وصلب. لكن في شخصية شريرة جاية. ايه اللي هي وين؟ ما يندرى ايش راح يصير فيها. في المحتالة؟ لا لا لا، المرأة والقطة. نعم. هي عن رواية؟ رواية الأستاذة الأديبة ليلى العثمان. إن شاء الله راح أصورها في شهر 12 الجاي. هذه بمنتهى الشر. هذه أنا كرهتها. وراح تسوينها؟ واتفقت مع الأستاذ عامر الصباح عليها. تراثية. أنا كنت بسألك أنه وينك على الأعمال التراثية؟ هذا العمل تراثي بحت. تراثي بحت. تراثي
شخصية قماشة في رواية الأستاذة ليلى العثمان، المرأة والقطة، شخصية كريهة كريهة. راح تكون في رمضان 2017 إن شاء الله، إن الله أحيانا وعطانا العمر بإذن الله. هذا اللي كنت أنا قاعد أبحث عنه، في أنه من فضة قلبها أبيض، يعني دور الشر، البيور الشر. أي نعم إن إحنا حبينا الشخصية لأن كان فيها جانب كوميدي، بس يعني إحنا موقنين في أنه أكيد ودة حسين قادرة على تقديم كل الأدوار وكل نمط الشخصيات. صحيح، يعني في الخير والشر، وأحيانا قلت لك في شخصية تأخذ الجانبين مع بعض، هذا الإنسان الطبيعي يعني. لكن في المرأة والقطة لا لا لا، شخصية قماشة شخصية مختلفة تماما، الشر يتجسد فيها. كنت دائما تغنين المقدمات الغنائية للمسلسلات، بس الفترة الأخيرة أيضا ابتعدت عن غناء المقدمات. أنا أقول لك ليش، أصبحت هذه الأغاني المقدمات عنوان لكل عمل. يعني تقول العمل هذا منو المقدم، منو اللي راح يغني هالعمل؟ قال لك فلان. زين هذا المسلسل منو راح يغني؟ المطربة الفلانية أو المطرب. فصار جزء من العمل المقدمة الغنائية. صحيح. فارتأيت أنه أنا ليش أنا دايما أنا أغني، ليش ما أخلي يعني مثلا بلقيس مرة غنت لي، صح، أسماء المنور مرة غنت لي، مرة في مطربة صوت جميل في لن أطلب الطلاق غنت، في جود الآن قيثارة الفن الجميلة الرقيقة نوال ستغني جود، اي عرفنا وغنت وخلصت. اي عرفنا ان المقدمه الغنائيه اصبحت جاهزه، أي والعمل شبه جاهز، انتم انتهيتوا من تصوير خلص. كل المشاهد؟ اي متبقي شيء بسيط جدا جدا يعني لا يذكر. نعم الحمد لله، وفي انتظار هذا العمل ان شاء الله. مسلسل جود على تلفزيون الراي. اذا يعني نتكلم مره ثانيه على نوعيه الادوار، ممكن تمثلين دور الفتاه الجامعيه؟ شوف والله يعني أنا عندي قدرة على التلون، هذا شيء يعني مو طبيعي، لكن لا تنسى أن الهيئة الخارجية ممكن تساعد، طبيعة اللبس، نبرة الصوت. يعني أنا من فترة قصيرة عملت حلفت عمري، صحيح، رجعت لوحدة عمرها 16 سنة، وقد تشوفون البوستات وشفتوني في حلفت عمري، صحيح، واحدة عمرها 16 سنة، ساعدني الشكل، المكياج، الشعر، نبرة الصوت، المشية، الأداء، الشكل العام، عرفت؟ ما أعرف أنا يعني أنا واحدة في شغلة غريبة قاعد تحصل معاي، أي. أنه يعني على المسرح أنا أقدر أعطيك بنت عمرها 10 سنين، صحيح، وتصدق أن هذه واحدة عمرها 10 سنين؟ فعلا احنا مصدقين، ما أعرف شنو يصير في 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 كيميائية عجيبة، هذه من الله كيمياء سبحانه، ما أدري، في كيمياء عجيبة تصير فيني، في لحظة أنا ممكن أتحول 10 سنين، في لحظة ثانية تقول لي هدى أبيك واحدة عمرها 80 سنة، أقدر أسوي لك واحدة عمرها 80 سنة، نبرة الصوت، المشية، الأداء، القعدة، القومة، ما أعرف شنو يصير معي، ما أعرف جد والله ما أعرف شنو يصير معي. سبحان الله، الله يحفظك. الله يسلمك، لأن بالنهاية إحنا اللي قاعد نستمتع بهذه يعني المجموعة من الشخصيات اللي حضرتك تقدمينها سواء على المسرح أم التلفزيون. في فوازير ولا خلاص؟ ما أدري إذا الأخوان بالرأي يسمعون، إذا في فوازير ولا لا، يلا نسويها وياكم. هذا مشروع جديد والله العظيم. أي شوف أنا قاعد أقول لك يعني أغلب المحطات الآن شوي قاعد تبتعد عن الفوازير لضخامة الإنتاج. أنت تعرف أن الفوازير تتطلب ميزانية كبيرة ومجاميع وتقنيات معينة وإمكانيات معينة، فلذلك البعض يبتعد عنها بعض المحطات، لكن الناس متشوقة لها. صحيح. الناس متشوقة للأغنية، للاستعراض، للأشكال اللي تقدمها. يعني أنا في كثير من النصوص قاعد تجيني للفوازير، بس انا متردده فيها، لانه انا اعرف لو اقدمها لاي محطه راح تقول لك لا ميزانيتها عاليه. صحيح. ما نقدر نشتغل. صحيح. فاذا الاخوان في الراي عندهم انه يعني بيشتغلون في توجه للسنه القادمه ان احنا نعمل فوازير بشكل يليق بتلفزيون الراي، واي نوت. وعندي رزنامه وسط الدار معلقه رزنامه حلوه فيها 30 ورقه، كل ورقة فيها سؤال، تبتشترك يلا تعال، وعن الإجابة فتش 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 فتش، لا تزغل ولا تغش. الله يحفظك، الله يحفظ. لو عندي 10 أيادي كان سمعتهم يصفقون لك يعني. حبيبي الله يحفظك، فنانتنا ونجمتنا هدى حسين. الحديث مكمل معاك، وعندنا الكثير بعد من الأسئلة، بس حكم الفاصل. حاضر، فنروح حق فاصل ونرجع نواصل.
جود حبيبتي تعالي وارتاحي شوي وعقبها بنقعد ونفكر ايش بتسوين. اقول لك شيء، ترى انا ماني متضايقه ولا اني مهتمه علشان موضوع الغرفه. عيل ليش متضايقه؟ ماكو شيء. عفا انا رفيجتك اموله، تخشين علي؟ السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. خالتي اقدر اكلمك بموضوع؟ ايه طبعا حبيبي، امر من عيوني. خالتي انا سمعت امي قاعد تكلم واحد وانا ما احب اشوفها تكلم رياي الغرب. لا ينبوف عليك، عادي يعني، يمكن حد تعرفه مني ولا مناك او يمكن زميل لها بالشغل. يا حسرة قلبي، شوف الحب الرومانسية عيل، احنا لا حب ولا عمات عين مالت على حبنا. انا ما ادري ليش مجتمعنا مو رومانسي، ما ادري الوحدة اذا حبت هالايام قالوا عندها مصلحة تبي شيء وراها شيء غريب المجتمع هذا. اوعي تأمني للرجالة، الرجالة كلهم زي بعض. لا والله، لا والله رهف، اكو ريال ينحطون على الجرح يبرد. احنا اللي ما ادري ايش فينا، صدقون عيال هالايام يعرفون يحبون، يدزون حق بعض مسجات حب وغرام وتبادلون الكلمات الحلوه. عيل احنا ايش فينا يا حظي؟ احلى اجازه وخميس ويكند اليوم بحضور النجمه هدى حسين، وهذه كيكه بسيطه للكيكة، كيكتنا عاد اليوم. النجمة هدى حسين على الشعار أو على صورة البوستر مال المسلسل. جود شكرا لكم وشكرا لسابلي على هالكيكة الجميلة، وما قصرتوا يعني، هذا جود منكم. لا بالعكس، هذا مو قدرك. فنانتنا هدى حسين، وأيضا شكرا للمصمم والديزاينر خالد حميد على اهتمامه بالديكور. البوستات جميلة والشكل جميل و راقي، المكان راقي وراقي بأصحابه دائما. لا راقي لأن حضرتك راقية ومشرفتنا اليوم سلام. فنانتنا الجميلة هدى حسين. إذا بنتكلم عن فجأة همّاً هالسنة 2016 نشوفها سنة المفاجآت. إن شاء الله خير حسين. على الجميع يا بعد برجك أسد، فالأسد كانت سنة 2016 مليئة بأشياء جديدة حتى على حياته. فجأة بطلتي صالون بي يو، يعني أنا وغيري حتى يعني اعتقدنا في ان هدى حسين ما بطلت الصالون للهدف المادي او للتجاره. بعرف يعني دخلتي الى الصالون بزنس وومن ولا عشان انت تبين ترتاحين فيه؟ لا بزنس وتجاره وفي موظفين كثار. بعدين انا يعني ايضا ما بيصير مثل عين عذار يعني ازقي البعيد، ولا انا عندي احسن من يعمل الميك اب، احسن من يسوي الشعر، احسن صحيح. من يعمل الباديكير والمانيكير. فش المانع انه انا يعني ايضا اعمل في صالوني، ازين روحي وارتب نفسي. اليوم الصالون حضرتك اللي مهتم بيو مكياج سلوى الفرج والشعر والصبغه، اقول اسمها فاديه؟ طبعا اكيد، تحياتنا لهم. الله يسلمك. ليش اسمه بيو؟ يعني كوني انت، كوني انت. حلو السيده دائما تكون هي نفسها، لا تتشبه بالاخريات، لا تصير مثلهم. كل واحده تكون شخصيتها، ستايلها، لبسها، شعرها، مكياجها، هي لوحدها تتميز. فبيو كون انت او كوني انت. نعم، تحياتنا لكل القائمين على هذا الصالون الجمالي الذي يهتم بالمرأة وبجمال المرأة، وما في أحلى من أنه هدى حسين يعني تكون هي اللي مبطلة المشروع هذا يعني. سحر حسين، الأخت الصغرى والشقيقة الصغرى لهدى حسين، اللي مو بس أنا أقول، الكل يعرف مدى عشقك لسحر، وأيضا حبنا وتحياتنا لسحر وعيالها أم الفيصل وديما العسل. صح ديما، الله يخليها لكم إن شاء الله. سحر في الفترة الأخيرة كلها مع هدى حسين في المسلسلات، أنت محتكرتها؟ لا، دلوعة أختي سحر. أوكي. أختي سحر دلوعة. وبعدين سحر أنا أكثر وحدة أراعي ظروفها وأعرف شنو عندها. إيه؟ المنتجين مش يعني ملزومين أنه تروح وترد 4-5 مرات تسافر في الشهر. اي، عشان اولادها، بيتها، دوامها، البزنس مالها، شغلها، مدارس اولادها. فانا اكثر وحده اختي اراعيها. إيه؟ عرفت، فاتحمل، لكن مش ملزومين المنتجين الاخرين الظروف هذه كلها، عرفت. وبعدين هي
صحبة طويلة زي ما يقولون، يعني اللبس جاهز لها، الأغراضها جاهزة لها، ما تيلا ونصوصها تروح لها، تلبس وتدخل، ما لها شغل شيء. هي الجعدة في العمل وفي الحياة والدلوعة دائما الحقيقية. مع العلم لما يعني أتكلم معاها أحسها، لا يعني حسة جدا مسؤولة، يعني مسؤولة. وتصدق أنا ساعات أستشيرها، هي أختي الأصغر مني، وأستشيرها وأخذ برأيها، لكن لما أي شغل يعني لا، عاد أنا أتحمل مسؤوليتها. تصير العكس، تصير هي الصغيرة، أنه لازم أجهز لها كل ملابسها، كل أحذيتها، العفو، كل أكسسواراتها، ما عليها أنها تلبس وتدخل بس تقول. بصراحة حضرتك عصبية في اللوكيشن؟ صدق عاد أمس معصبة بجود، صرخت صراخ أمس عجيب. شنو اللي عصبك؟ شنو اكثر شيء؟ شوف هذه اول مره اقولها، المفروض ما تنقال يعني. معناها ترى فاجاتيني باللي قلتي، لان انا سائل. انا هاديه 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 الى ابعد حد، وحتى عصبيتي بكنترول وابلعها اي العصبيه. بس امس شويه شطحت، تغير، صار في ضغط ضغط ضغط، كان انبط. عاد ما تخيل، ما تخيل انه هدى حسين تعصب بهالطريقه. لا انبطيت، انبطيت شويه البارح. لا اسم الله عليك. يعني قدرها الاستاذ منير، قدرتها المخرجه هنا اشحاته، الضغط والبرشر، وانه رمضان لازم نخلص، وهم يعرفون انا عندي عاده انه انا لا يمكن اصور في رمضان، ما اقدر ادخل اصور في رمضان. صحيح. صالح ما اقدر، ما اعرف يعني الصيام، وبعدين دائما اول يومين ثلاثه الصداع والمعده، ومو مزاج انك تطلع تتمكيج وتروح تأدي شخصيتك، وفي طقوس يعني احنا ما نصدق رمضان يجينا، النفس تصفى، الامور تصير هاديه، الواحد عقله يصير هادي، نفسيته تصير هاديه، فمو مال انه انا اشتغل. صحيح. يعني فالبارح شوي تحملوني، يعني سوري اني عصبت. تحياتنا لكل ستاف العمل، ما اعتقد انهم ضايقوا اكيد ابدا، يعني قاعد اقول لك اجمل ما فيهم انهم قدروا تقبلوا الضغط هذا. اصلا يمكن استغربوا هم، شيء جديد قاعد يشوفونه. وعلى فكره يمكن هم يستغربون ليش انه انا قلتها، يعني اي فنانه ما تقول لك انه انا عصبت، عرفت؟ والله انا سالت بصراحه ستاف مسلسل المحتاله، قالوا لي بمنتهى الهدوء ويعني والحرفنه والرقي، يعني كل الفنانين الشباب اللي معاك في على فكره انا كل 5 سنين اعصب مره. يعني خلصنا الحين، باقي 5 سنين. خمس سنين الله يحيانا، اعصب مره. الحمد لله، خلاص باقي 5 سنوات. الله يحيانا. حسبتها. ان شاء الله ما اعصب كلش. لا الله يبعد عنك العصبيه، مع انها هي تفريغ طاقه، يعني ساعات الانسان يمر بمراحل كثيره، يعني وهذا شعور طبيعي في ان حضرتك تعصبين وتفرحين وتضايقين. بس على فكره ما اعصب، ما اعصب على الغير، اعصب على روحي انا، يعني صراخ على روحي على روحي على روحي، يعني ما اخطئ بحق الاخرين. نعم. دائما كذي يعني. نعم. نرجع لمسلسل جود، يعني احنا اليوم نلف ونروح ونرجع، ولازم نرجع الى هذه الشخصيه. انا خليني اقول لك على حكايتي مع نوال. اي مع نوال الكويتيه، شلون اشتغلت معك نوال؟ طبعا تعرفون ان هي قاعده تحضر لشريطها الجديد. صحيح. يعني قنبله حيكون على ما قولتهم، يعني شريطها وفيها اغاني جميله. فلما اتصلت فيها وكلمتها وقلت لها نوال انا حابه صوتك يكون على جود، لان العمل رومانسيته متعلقه باغاني نوال حنسمعها من خلال العمل. جود تحب نوال داخل العمل. نعم. تحب تسمع اغانيها الرومانسيه. ايه؟ فارتأيت مع المخرج والمنتج انه ليش؟ طب نخلي المقدمه استاذه نوال تغنيها. صحيح. فوافقوا. كلمت نوال، قلت لها نوال كانت تقول لي هدى انا قاعده احضر حق شريطي واحاول اخفي نفسي عشان مره واحده اطلع. قلت لها زين نوال بقول لك شيء، انا طول العمل اسمع اغانيك. كانت تقول لي ها؟ قلت لها اي انا رومانسيتي في جود، جود عايشه على نوال، اغاني نوال. كانت تقول لي اوكي. وغنت. كتبها شرحتها حق استاذ بندر المطيري، البندر الشاعر البندر الكلام. ايه. شخصيه جود، فكتبها بسلاسه. منو يلحنها؟ منو الجميل في الرومانسيه؟ سليمان الملا. نعم يعني. فشوف الاقطاب الثلاثه. يعني نوال يعني والبندر ثانك يو فيري ماتش والاستاذ سليمان الملا. لو تسمع الاغنيه رائعه، وانا كنت معها اثناء تسجيل الاغنيه. نعم. كنت معنا. احنا عندنا اياها اكيد في الراي، يعني اذا ممكن اذا بدانا الوقت بنحطها. لا 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 تحرقونها، خلوها اول يوم. وانا بغيت احرقها. لا 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 عفية عفية، خلوها. معلش خلوها بس اول يوم. يعني هدى حسين تقول ما ما اي والله خلوها مع اول حلقه. خلاص مع اول حلقه ان شاء الله على الراي لمسلسل جود. انا عندي كذي 4 5 اسئله، يعني احتاج بس الى يعني اجابه سريعه عشان ما ناخذ الوقت والتايم. متى تدخل هدى حسين الى مصر؟ لما ألقى النص المناسب والدور اللي يناسبني، ليش لا؟
العمل التراثي؟ إن شاء الله في شهر 12 أصور المرأة والقطة. متى تتعاونين مرة ثانية مع هبة مشاري حمادة؟ أنا تعاونت معها، لكن إذا في ناس عندها يليق بهدى وشخصيا أحبها ما في مانع. متى تسوين مسرح كبار؟ ما أفتكر. لا لا، إلا إذا كان مسرحيات المهرجانات النخبة حسيت أني نفسي ودي أقول شيء ممكن، لكن الكبار لا. الطفل عندي أنا. أنا آخر واحدة خايف أقول لك إياها. قول. أقولها؟ قول. للأمان؟ لك الأمان. للأمان أكيد؟ خايف. لا لا لا، تختار عين. لا لا, 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 لا ما أخترع منك. أنت اللي تخاف مني لازم. أنا خايف منك. أنا منو قال لك إن أنا مو خايف؟ أنا خايف. أنا بذيك الساعة لما قابل. لا العفو يا حبيبي، كل المحبة والود. قول شو خايف مني أقول؟ لا لا لا، قاعد غشمر معاك. لا والله قول. والله العظيم قاعد غشمر معاك. يا جبان يا جبان. كنت بقول لك لا والله العظيم إني قاعد غشمر معاك. هو أنا شنو؟ هو أنا أقدر؟ هو أنا أقدر؟ أنا خايف من الأسد. تطلع لي هدى. متى ممكن تقولين ستوب للفن؟ لما يصير عندي 10 مليون راح أقول ستوب. أنا توقعتهم موجودين. لا لا لا، وين يروحون؟ اللي يروح اللي يروح. لا، الحلو في الفنانة هدى حسين في إنه ما شاء الله خيرها مبين عليها. يا حبيبي الله يحفظك. كيف إن يعني عايشة حياتك. أما بنعمة ربك فحدث يا حبيبي. لا. الواحد يشتغل شنو عشان يبسط نفسه ويبسط الآخرين ويلبس ويستانس. صحيح. هدى ما شاء الله دخلتي السوشيال ميديا في السناب وفي الانستغرام وما شاء الله وصلتي للمليون. بعد إيه وصلت المليون بعد 3 سنين. ها، لأن أنت مو نشيطة وايد في الفترة الأخيرة. لا لا، مش لأني مو نشيطة، لا أنا بقول لك إياها، يعني هذول المليون الحقيقي من الآخرة يجيب لك إياها، مش وهميين. فانتظرت عليهم 3 سنين. لو كنت أبي أوصل 5 مليون كده أوصل طبعاً. 5 مليون صحيح. لكن أنا انتظرت يجون المليون الحقيقي وأنا سعيدة فيهم أنه فعلا مليون حقيقي قاعد يتابعني، مش 3-4 مليون نصهم وهمي فيك. أي صح. هذا ما يعنيني، لكن أنا فعلا مبسوطة. وأقول لهم، أقول حق الأولاد والبنات اللي عندي، شوفوا فعلا المليون الحقيقي أنه في مليون قاعد يتابعني. نعم يعني. وجمهورك نخبوي بصراحة. أنا لما حطيت البوستات على أنه هدى حسين ضيفتنا لليوم، الكل كلمات وعبارات جميلة. أقول لك ليش؟ والله إنه حتى الفانز اللي تابعني البنات من الإمارات، السعودية، الكويت، يعني أنا ساعات أنا أستفيد من كلامهم، تحسهم مثقفين. نعم. كبار وصغار، ما أعرف شلون ينتقون حتى مفرداتهم. للأمانة أنا أتعلم منهم، من الفانز، من اختيارهم المفردة، من ردودهم على النقد اللي يأتي سلبا أو إيجابا. صحيح. فيعني أهنيكم على ثقافتكم، والله العظيم أنا أستفيد منهم. نعم، تحياتنا لهذا الجمهور الذويق اللي اختار يعني هدى حسين في أن تكون نجمته المفضلة. شنو تحبين أكثر، لقب ملكة الدراما الخليجية ولا أسطورة المسرح؟ هذه ألقاب أكيد حضرتك عرفتها يعني، والجمهور يطلقها عليك. والله والله العظيم، شوف والله العظيم لا تعنيني هذه الألقاب. نعم. لا أسطورة مسرح ولا ملكة ولا صاروخ ولا كوكب ولا نجمة ولا شيء، الفنانة هدى حسين. لأن اسم هدى حسين أقوى من ولله الحمد الملكة ولله الحمد. ومن الأسطورة. تخيلي قمرتنا لهذه الليلة، أنت كنتي شمسة مو قمرة، قمرة سحر. سحر بس قمرتنا لهذه الليلة هدى حسين. انتهى الوقت. شكرا. مع الأسف أنا بالنسبة لي قضيت ساعة جميلة جدا من الثقافة والرقي والاحترام مع نجمة جميلة ورمز من رموز الكويت في الفن، تقدم أعمال راقية تخاطب عقليات المشاهد، مو بس العقل، القلب بعد، في ان احنا نتعاطف مع كل شخصيه. شكرا لك، شكرا على عمتي بخير. شكرا لك يا حبيبي، وشكرا لتلفزيون الراي وعلى هذه الساعه الجميله اللي قضيتها معكم، وان شاء الله تستمتعون بجود. نعم، انا متاكد ان راح نستمتع جدا بجود وبالمحتاله وبكل اعمالك. شكرا لكل من ساهم على نجاح هذه الحلقه، شكرا على الكيك، شكرا لخالد حميد، شكرا ليلى زوردي، شكرا لكل اللي موجودين معنا في الاستوديو، هبة هاشم العزيزة، شكرا لك يوسف المطيري، غربلي الغربلي، نواف، وكل الشباب اللي موجودين، وعلاء من جريدة الراي. إن شاء الله كل ما نسيت أحد. أستاذ فالح لعنزي أيضا من السياسة كان موجود. ذاكرت أستاذ هدى أقوى من ذاكرتي. بما أن دخلت إلى عالم السوشيال ميديا، أنا بصور معك سناب بعد ما يبيله يعني لازم أخذ أحظى بسناب شيء صغير مع فنانتنا هدى حسين. وصلنا للختام اليوم من خلال حلقتنا. شكرا لك أستاذة. شكرا لك وشكرا للراي، وسعيد أني أنا معاكم. شكرا لك. شكرا.